السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من التلفزيون المصري وإليكم أحداث 24 ساعة. البداية بالعناوين. الرئيس السيسي يعلن عودة الأمور لطبيعتها بقناة السويس ويؤكد الحرص على رفع كفاءتها وتطويرها. الرئيس السيسي يشدد أن المساس بحسب مصر من مياه النيل خط أحمر وتجاوزه سيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل. هيئة قناة السويس تعلن عبور أكثر من 250 سفينة بحلول منتصف ليلة الأربعاء. بنأكد برسالة واضحة للعالم، قناة السويس قوية باقية قادرة على تلبية نقل التجارة العالمية. أشكر الأشقاء اللي هم منذ بداية الأزمة عرضوا المساندة والمساعدة في عملية الإنقاذ. بلد بخير وسلام، وفق راجع بسلامته بيد رجالتنا. أنا سعيد. المعركة بتاعتنا معركة تفاوض، كل اللي بنطلبه أمر لا يخرج عن القوانين والمعايير الدولية المعمول بيها. محدش هيقدر ياخد نقطة ماء من مصر، مية مصر لا مساس بيها، والمساس بيها خط أحمر، وهيبقى رد فعلنا في حالة المساس بيها أمر هيأثر على استقرار المنطقة بالكامل. ما تخافوش أبدا أبدا على مصر، دي محفوظة بالله سبحانه وتعالى، ثم بإرادة ونوايا وحب المصريين لبلدهم. إلى تفاصيل الأحداث. التأكيد على قدرة وقوة قناة السويس على تلبية احتياجات التجارة العالمية والتجديد على أمن مصر المائي خط أحمر، رسالتان بعث بهما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم في مؤتمر صحفي عالمي، أكد خلاله عودة الملاحة البحرية في قناة السويس بنفس الكفاءة التي كانت عليها قبل أزمة السفينة الجانحة وربما أفضل، وموجها الشكر لكل الأطراف المشاركة في جهود إعادة تعويم وإنهاء أزمة هذه السفينة. كما تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز التدريب والمحاكاة التابع للهيئة وقام بجولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس. بعد 6 أيام فقط وبعد انتهاء أزمة السفينة البنامية الجانحة بقناة السويس إيفر جيفن، الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي عالمي من قلب المجرى الملاحي للقناة وجه فيه الشكر والتقدير لسواعد أبناء مصر من عاملي هيئة قناة السويس لنجاحهم في عبور تلك الأزمة التي قدمت نموذجا مصريا جديدا في فن إدارة الأزمة. مهم نكون موجودين النهاردة عشان نأكد على ان زي ما انتم شايفين كده ان الملاحة رجعت بسلام وبنفس الكفاءة اللي كانت بتعمل بها يمكن اكتر من قبل الازمة، يعني كل حاجة رجعت زي ما كانت. وامبارح يعني عدينا اكتر من 100 سفينة ولا 103، والنهاردة تقريبا هيبقى حاجة و90 سفينة. انا بشكر العاملين واللي اداروا الازمة بكفاءة من اول يمكن رئيس الهيئه ثم زي ما قلت قبل كده حتى اصغر العاملين اللي اشتركوا في هذه المهمه، بشكرهم مره تانية باسمي وباسم كل المصريين. عروض للمسانده والمساعده والدعم من مختلف الدول العربيه وجهات اخرى مختلفه، ولكن الاكثر ايثارا كان رد فعل المصريين الذين طالما عول عليهم الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما في تخطي الازمات والعبور بمصر بسلام من الازمات كافه بما فيها ازمه السفينه الجانحه. الحقيقه المصريين صابرين وصامتين، وانتوا شفتوا ساعة لما أعلن الخبر رد الفعل كان على مواقع التواصل ازاي وعلى وسائل الإعلام أجنها يعني. فأنا بشكره وبقول له ما تخافوش أبدا أبدا على مصر، مش عشان حد موجود غير قبل كل شيء ربنا، ثم انتم دي محفوظة بالله سبحانه وتعالى، ثم بإرادة ونوايا وحب المصريين لبلدهم وحرصهم على أن هي تكبر وتنمو وتستقر.
فبشكرهم وبقول لهم ربنا ما يحرمني منكم. مشروعات عملاقة في المجال البحري والموانئ أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي العالمي، تبرهن أن عمل مصر هو عمل دؤوب لا يتوقف بمبدأ نحن نعمل بالفعل وليس سنعمل. في ميناءين دلوقتي، ميناءين دلوقتي جاهزين لافتتاح خلال شهرين، ميناء في برنيس قدام أشقائنا في ميناء جدة، ده برصيف 1600 متر، جنب منه مطار، يعني عايز اقول على البحر الاحمر المينا ده جاهز للافتتاح. السخنة احنا بنعمل مشروع ينتهي خلال سنتين ان شاء الله، مش عايز اكون يعني خلال سنتين هذه المينا هتبقى اكبر مينا تقريبا على البحر الاحمر من السخنة. طبعا احنا كنا افتتحنا قبل كده مينا شرق بورسعيد وده ارصفته 6 كيلو متر ليخدم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس. طيب على البحر المتوسط احنا هنفتتح برضو خلال شهر او شهرين بالكتير ميناء جرجوب، وده يبعد عن الحدود اللي بيها حوالي 200 كيلو، ده ارصفته حوالي 1600 متر برضو بعمق حتى 18 متر، ده هيفتتح خلال الايام او الاسابيع القليلة القادمة. وفي مجال المشروعات الزراعية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استهداف لزراعة 1.5 مليون فدان خلال عامين فقط على طريق الضبعة شماله وجنوبه. احنا بنتكلم في 1.5 مليون فدان، 1.5 مليون فدان دول بفضل الله سبحانه وتعالى خلال سنتين هنكون زرعينهم. كم؟ انا بقول 1.5 مليون فدان، فين؟ على طريق الضبعة سواء كان شماله او جنوبه. لما اجي اتكلم النهارده في 1.5 مليون فدان، ومهم قوي ان انا اقول لكم طب الميه بتاعتهم منين؟ 1.5 مليون فدان انا بتكلم على المنطقه ديت، منطقه الضبعه، يعني المنطقه الغربيه، يعني المنطقه اللي سكانها قليلين. الميه جايه منين؟ وانا بقول الكلام ده عشان انتوا تاكدوا عليه وتقولوه وترددوه. احنا مش جايبين ميه، ما خدناش ميه حد، احنا خدنا ميتنا تاني بقول اللي كانت بتستخدم مرتين او ثلاثة، وبناخدها بنعمل لها معالجة ثلاثية متطورة تخليها صالحة تبقى للمعايير العالمية الصحية للاستخدام في الزراعة. احنا عملنا الكلام ده حتى الان في ثلاث مناطق، المنطقة الاولى في المحسمة وده 1 مليون متر، وده هيزرع 50,000 فدان شرق القناة. المياه دي كانت بتترمي، وانا قلت الكلام ده كتير بس انا انتم محتاجين تكرروه للناس، تكرروه بسياق، تكرروه بسياق. المحسمة كان المياه دي بتترمي في بحيرة التمساح تعمل تلوث، احنا خدناها ومررناها بصحارات تحت القناة وخدناها في محطة معالجة وبتطلع 1 مليون متر يوميا ل50,000 فدان. في نفس الوقت احنا خلال شهر 6 اللي جاي ده محطة بحر البقر دي محطة 5.6 مليون متر في اليوم، المية دي كانت بتترمي في المنزلة، مية صرف كان بترمي في المنزلة، صرف زراعي وصناعي وصحي. يمكن هناخدها شرق القناة برضو بصحارات تخش على محطة المعالجة في محطة بحر البقر، الكلام ده شغالين في بقالنا سنتين، 5.6 مليون متر دول هيخشوا شرق القناة، دول هيزرعوا تقريبا الاجمالي اللي هيبقى مزروع في شارع القناه حوالي 500,000 فدان. وحول الريف المصري اكد الرئيس السيسي ان عمليات تطوير الريف لا تقتصر على مشروعات الصرف الصحي وحسب، ولكن تمتد لتشمل احداث نهضه حقيقيه تطال كافه الخدمات. فيما يخص الريف المصري مش بنتكلم في صرف صحي، لا، احنا بنتكلم كل اجهزه الدوله ووزاراتها اللي ليه حاجه هيتعمل. يعني ايه؟ يعني اتصالات هتخش، ايوه، تليفونات تخش، ايوه، كهرباء تخش تجدد وتحدث، ايوه، مدارس، مستشفيات، اي حاجه، يعني كل وزاره داخله. انت بتتكلم على بنيه اساسيه لنص مصر.
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأها بتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع لهيئة القناة، واختتمها بجولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس، في رسالة تؤكد للعالم أجمع أن الأمور عادت إلى طبيعتها في القناة التي مثلما حفرتها الأيادي والسواعد المصرية فإنها قادرة وبلا شك على إدارتها وفق أحدث النظم المتطورة وإدارة أي أزمة قد تحدث بها. سارة متولي، التلفزيون المصري. وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المساس بحسب مصر في مياه نهر النيل خط أحمر، وشدد سيادته على أن معركتنا بهذا الشأن هي معركة التفاوض بشكل يحقق مكاسب للجميع والالتزام بالمعايير والقوانين الدولية، معربا في ذات الوقت عن أمله في أن يتم التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. العمل العدائي قبيح وليه تأثيرات كبيرة جدا تمتد لسنوات طويلة، لأن الشعوب ما بتنساش ده. فإحنا بس عشان يبقى دايما حتى وإحنا كإعلاميين بنتكلم على أن المعركة بتاعتنا معركة تفاوض، وكل يوم الرأي العام العالمي، كل يوم الكبار المسؤولين في دول العالم بترى واحنا بنكسب ارض بان احنا جادين في ان احنا نتفاوض بشكل يحقق الكسب للجميع، يعني ما يبقاش في حد يستأثر بحاجة، وكل اللي بنطلبه امر لا يخرج عن القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في التعامل مع هذه الموضوعات اللي هي المياه العابرة للحدود. احنا ماشيين في ده، ويمكن خلال الأسابيع القليلة القادمة هيبقى فيه تحرك يعني إضافي، مفاوضات في هذا الموضوع، ونتمنى إن احنا نصل للاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. احنا ما بنتكلمش كتير، بس أنا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر، واللي عايز يجرب يجرب. احنا ما بنهددش حد، لو سمحتوا، ما احنا عمرنا ما هددنا، ودايما حوارنا رشيد جدا و يعني صبور جدا، لكن ما حدش هيقدر ياخد نقطه ميه من مصر، والا هيبقى في حاله من عدم الاستقرار في المنطقه لا يتخيلها احد. هذا وأعربت سلطنة عمان والبحرين عن تأييدهما وتضامنهما مع مصر في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف. كما أكدت السعودية مساندتها لأي مساعي تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف. وأكدت دعمها لمصر والسودان في هذا الملف، معتبرة أن أمنهما المائي هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي. الفريق أسامة ربيع أكد أن تعويم السفينة وإعادة الحركة في قناة السويس مرة أخرى تحقق بسواعد مصرية وإرادة وعزيمة، مشددا على أن ما حدث من ملحمة وطنية إزاء السفينة ستخلد كمشهد مضيء في تاريخ القناة الممتد لأكثر من 150 عاما. إن تنفيذ هذه العملية النوعية وتعويم السفينة الجانحة وإعادة فتح المجرى الملاحي أمام حركة الملاحة الدولية مرة أخرى لم يكن يتحقق إلا بسواعد مصرية وبإرادة صلبة وعزيمة وإصرار خالص. ولعل هذه الملحمة الوطنية ستخلد كمشهد مضيء في تاريخ قناة السويس الممتد لأكثر من 150 عاما، وليس أدل على حجم الأزمة واستثنائية الموقف ومدى ما تضمنه من جهد من تحدي على عدة أوجه، وخاصة أن السفينة يبلغ طولها 400 متر وهو ما يساوي إجمالي أطوال 4 ملاعب كرة قدم، أي ما يزيد عن عرض القناة البالغ 250 متر فقط في هذه المنطقة، بينما يبلغ عرض السفينة 59 متر وحملتها الإجمالية 224 ألف طن وعلى متنها ما يقرب من 18300 حاويه. أعلنت هيئة قناة السويس عبور أكثر من 200 سفينة من أصل 442 سفينة حتى الساعة 7 من مساء أمس الثلاثاء،
وأضافت الهيئة أن 45 سفينة أخرى ستعبر المجرى الملاحي المائي للقناة السويس في 12 ليلة. بعد أسبوع من الجهد المتواصل، نجح رجال هيئة قناة السويس في تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة التي جنحت خلال عبورها بالقناة عند الكيلو 151. وعادت الملاحة في مجرى قناة السويس لتدخل السفن العالقة بسبب الأزمة تباعا إلى المجرى الملاحي. وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت بدء تعويم السفينة بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر ليتم تعديل مسارها بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر. ثم استؤنفت المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع لها، بما سمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي. ثم تحركت السفينة تحركا كاملا لتتكلل جهود التكريك والشد والقطر بالنجاح. وقد شملت المناورات شد المقدمة للسفينة في اتجاه الشمال بواسطة قاطرتين بقوة تبلغ 160 طنا لكل منهما، فيما قامت 4 قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا، وعملت قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا، وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية بقوة شد تبلغ 285 طنا والقاطرة مراديف، وشاركت القاطرتان تحيا مصر واحد وتحيا مصر اثنتان في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال. إيمان توني، التلفزيون المصري. قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي السماح بأداء الصلوات في المساجد وصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، كل عام وحضرتكم بخير، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية مع الالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح بحيث لا تزيد عن نصف الساعة. كما تم الاتفاق على عدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية، وكذلك عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، والتأكيد على حظر إقامة أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات. كما قررت اللجنة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه بداية من يوم السبت 17 من أبريل المقبل، مع الالتزام بنسب الوجود المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم وفي غيرها. وتمت الموافقة خلال اجتماع على استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة. هذا وقد شدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجراءات خلال شهر رمضان المعظم لحماية وصحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة ما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، وأيضا مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري للحد من التهاون في هذا الأمر. متواصلون مع حضراتكم في أحداث 24 ساعة وفيها بعد الفاصل. جامعة الدول العربية تطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. أعلن وزير الخارجية سامح شكري أن تحقيق انتصار شامل ومستدام على تنظيم داعش الإرهابي يتطلب المزيد من العمل المشترك بين دول التحالف العربي لهزيمة داعش. وخلال كلمته أمام اجتماع المجموعة المصغرة لوزراء خارجية دول التحالف عبر الفيديو كونفرنس، أكد شكري أن تنظيم داعش ما زال يمثل تهديدا خطيرا لمنطقة الشرق الأوسط وللعالم أجمع، وذلك على الرغم من الانتصارات المهمة التي استطاع التحالف تحقيقها خلال السنوات الماضية. كما أعرب شكري عن قلق مصر المتزايد إزاء تنامي أنشطة الجماعات الإرهابية التي تدعي تبعيتها لداعش في إفريقيا. أحيا الفلسطينيون الذكرى 45 ليوم الأرض بمسيرات وفعاليات في الأراضي المحتلة وقطاع غزة، بينما قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة في بلدة سبسطية شمال نابلس، حيث استهدفت المشاركين في المسيرة بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.
كانت الفعاليات الوطنية في المحافظة قد دعت إلى إحياء ذكرى يوم الأرض من بلدة سباستيا بسبب ما تتعرض له من انتهاكات ومحاولات للاحتلال للسيطرة على الموقع الأثري فيها. ودعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلى التحرك لإنهاء الاحتلال والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة تطلعاته وحقوقه المشروعة. وجددت الجامعة العربية في بيان لها بمناسبة ذكرى يوم الأرض تأكيدها على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحذرت من استمرار سياسات الاستيطان التي تهدف لخلق واقع قسري يقوم على التطهير العرقي المنظم وتهويد الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية. كما أكد البرلمان العربي دعمه جهود ونضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. من جهته جدد الأزهر الشريف دعمه للشعب الفلسطيني ولنضاله المشروع لاستعادة أراضيه المغتصبة، كما أكد رفضه الكامل لكل محاولات التهويد الساعية لتغيير الهوية الديموغرافية للدولة الفلسطينية واغتصاب ما تبقى من أراضيها. ودعا المجتمع الدولي للتصدي للقرارات الباطلة كافة التي تصدر بشكل أحادي عن الكيان الصهيوني لاغتصاب المزيد من أراضي الفلسطينيين. أدانت مصر الهجمات الإرهابية الغاشمة التي وقعت في شمال موزمبيق على مدار الأيام الماضية، وراح ضحيتها العشرات من المدنيين من المحليين والأجانب. وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، شددت على تضامنها مع موزمبيق في مواجهة موجة الإرهاب والعنف والتطرف والتي تستهدف كذلك زعزعة الاستقرار في القارة السمراء. وأعربت مصر عن خالص تعازيها لحكومة شعب موزمبيق وكذلك أسر الضحايا والأبرياء في هذا الحادث الأليم. أدت الحكومة الكويتية اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، وذلك بعد خلاف استمر عدة أشهر بين المجلس المنتخب ورئيس الوزراء المعين. وعقب أداء اليمين عقد المجلس جلسة وافق خلالها على قوانين تضمن قروض البنوك للشركات التي تضررت من وباء كورونا، لكنه رفض مشروع قانون العفو عن متهمين باقتحام البرلمان عام 2011 ومنهم نواب سابقون، كما وافق على مشروع قانون بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير وأحاله إلى الحكومة لإقراره. تعهدت ألمانيا بتقديم أكثر من مليار و700 مليون دولار يورو لمساعدة سوريا التي تمزقها حرب مدمرة منذ 10 سنوات خلال مؤتمر دولي للمانحين برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. نتابع مع حضراتكم. يسعى المانحون الدوليون لتلبية نداء الأمم المتحدة لجمع أكثر من 10 مليارات دولار بهدف تقديم الدعم للسوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين مع تزايد الحاجة للمساعدات الإنسانية بعد عقد من اندلاع الأزمة في سوريا. مهدت ألمانيا الطريق خلال المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو بالتعهد بالمساهمة ب 1.74 مليار يورو أي ما يساوي 2 مليار دولار قبل أن تتبعها الولايات المتحدة التي تعهدت ب 600 مليون دولار. تحذر الأمم المتحدة من أن الحاجة إلى المساعدات تزداد بسبب فيروس كورونا وتدهور قيمة العملة السورية على الرغم من تراجع حدة القتال داخل سوريا. يشارك في مؤتمر بروكسل الخامس حول دعم سوريا أكثر من 50 دولة و30 منظمة دولية في أكبر حملة سنوية لمساعدة المتضررين من الحرب. وتقول الأمم المتحدة إن 24 مليون شخص بحاجة إلى الدعم في سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة بزيادة 4 ملايين عن العام الماضي. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 693 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 42 حالة أخرى. كما أعلنت الوزارة عن خروج المتعافين من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الكاملة. أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما تم تسجيل 7 وفيات من جراء الإصابة بالفيروس. وأعلنت الصحة المغربية أن عدد من تلقوا التطعيم في البلاد بلغ نحو 4.5 مليون شخص. أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين ازدياد وتناقص في بعض الدول العربية،
فقد سجلت الكويت أكثر من 1000 إصابة وعشر وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وأعلنت الصحة السعودية تسجيل 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 وسبع وفيات، وتظل العاصمة الرياض تتصدر قائمة المناطق الأكثر إصابة. وسجلت الصحة الأردنية 7751 إصابة جديدة بفيروس كورونا و96 حالة وفاة. وسجلت العراق 5995 إصابة جديدة بكورونا و37 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس. وسجلت الجزائر 115 حالة إصابة بفيروس كورونا وخمس حالات وفاة في يوم واحد. وأعلنت الصحة المغربية أن عدد من تلقوا التطعيم في البلاد بلغ نحو 4.5 ملايين، وسجلت 665 إصابة وست وفيات جديدة بالفيروس في 24 ساعة الماضية. إلى قراءة سريعة في منشطات الصحف المصرية، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بحضراتكم، ونبدأ جولتنا الصحفية اليوم من موقع بوابة أخبار اليوم الإلكتروني. الرئيس عبد الفتاح السيسي: محدش هيقدر يقرب من مياه مصر، ورد الفعل سيؤدي إلى عدم استقرار المنطقة. موقع بوابة الأهرام الإلكتروني: مجلس الوزراء حظر إقامة المواعيد الرمضانية والاعتكاف وصلاة التهجد في المساجد. موقع الوفد الإلكتروني: أعلن فيه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة المالية أنه لا صحة لمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل، مشددا على أنه آخر موعد لتقديمها نهاية مارس الجاري ولا نية لمدها لأي فترات أخرى. موقع الدستور الإلكتروني: الصحة استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال حتى نهاية اليوم الأربعاء. وأخيرا من موقع بوابة الأهرام الإلكترونية: إطلاق الصفحة الرسمية لمتحف الحضارات ومنصة لحجز التذاكر عبر الإنترنت ابتداء من اليوم الأربعاء. يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل البرودة على السواحل الشمالية والقاهرة، معتدل على شمال وجنوب الصعيد، وإلى حضراتكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. بدرجات الحرارة نكون قد وصلنا إلى ختام أحداث 24 ساعة قدمناه لحضراتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.